نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الواقع الفلوجة هي خاصرة بغداد، والفلوجة هي الأخطر من ناحية التهديد على بغداد باعتبار 50 إلى 60 كيلومتر عن العاصمة السياسية والاقتصادية بغداد. وبالنتيجة كان هناك من يحاول أن يحرف بوصلة التحرير بعد أن تم تحرير بيجي وصلاح الدين باتجاه مناطق أوسع وأبعد، كأن يكون الموصل، الرطبة. نعم الرطبة مهم، الموصل مهم، لكن الأهم هو أن تحرر مدينة الفلوجة باعتبار هي الأقرب إلى بغداد، وهي تعتبر عاصمة حقيقية للدواعش، وفيها السيارات المفخخة، أحزمة ناسفة، التحارين، التجنيد، وهناك مشاكل كثيرة باتجاه بغداد. لذلك الآن جيد قائد العام من أوعز وللتشكيلات العسكرية وللحشد أن تبدأ عملية التحرير بالفلوجة، وهذا جيد. لكن الذي تفاجأنا فيه هذا القاطع باعتبار انه الضربات الجويه هي من حصه التحالف الدولي، لكن وجدت ان التحالف الدولي لم يوجه ولا ضربه واحده منذ بدء العمليات والحد الان. اذا العمل من التحالف الجوي في هذه يعني في الفلوجه صفر، هذا يعني وكانه اراده دوليه على ان لا تحرر الفلوجه، وهذا خطر. لذلك على القائد العام ان يضغط باتجاه التحالف الدولي حتى. لكن شاهدنا هنالك تقدم الان وانكسار لخطوط داعش بجهود الميدان التي تقودها القوات المشتركة، الحشد الشعبي والفصائل وكذلك الشرطة الاتحادية، دون الحاجة ربما للتغطية الجوية كما قلت أنت. نعم، رغم يعني عدم قيام هؤلاء بتغطية جوية، لكن لدينا قوة جوية، لدينا طيران جيش، حشدنا والشرطة الاتحادية والجيش العراقي بكل مسمياتهم مكافحة الإرهاب الآن تقدموا، والصفحة الأولى قد نفذت، وننتظر الصفحات الأخرى. الأيام القادمة ستشهد تحرير الفلوجة إن شاء الله، ونخلص من آخر معقل للدواعش الذي يهدد العاصمة، وبعد ذلك نتوجه باتجاه الموصل إن شاء الله.